إذن مشاهدينا الكرام، بعد أن استمتعنا بهذه المقطوعة الفنية الجميلة من المبدع إبراهيم فضل، الآن وصلنا إلى فقرة نماذج شبابية لهذا الأسبوع. في هذه الفقرة مؤسس أول أكاديمية طيران في اليمن الكابتن صالح أبو بكر بازرعة، بدأ من الصفر، تعثر مرارا لكنه استطاع أن يتحدى كل الظروف ويصنع بصمة في الحياة. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. كلنا يريد النجاح في الحياة، لكن البعض منا يخفق في الوصول إليه لأنه يظن أن النجاح كلمة مستحيلة صعبة المراد. والحقيقة أننا ربما نكون قد أهملنا أسباب النجاح وأخلتنا إلى الأرض فزادتنا هوانا إلى هوان. صالح أبو بكر بازرعة من مواليد عدن، 15/10/64، متزوج ولدي 5 بنات وولد. تلقيت دراستي الابتدائية في مدرسة جمال اسمه علي سالم يافعي في المعلة، وبعدها الإعدادية في 22 يونيو، وبعدها تلقيت دراستي الثانوية في 14 أكتوبر في المعلة في عدن. وبعد الدراسة طبعا عندنا كان نظام سابقا موجود أنه بعد ما تخلص الدراسة تتحرك إلى القوات الجيش، يعني يسمون التجنيد الإجباري، الخدمة العسكرية. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدأ ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي. بعدها توجهنا إلى الخدمة العسكرية وخدمت في القوات البحرية مدة 3 سنوات، وبعدها توجهت إلى القاهرة لدراسة هندسة الديكور في جامعة القاهرة. وبعد ذلك عدت إلى عدن، بعد ما خلصت دراستي عدت إلى عدن ودخلت مع الطيران اليمدة، اشتغلت معهم كمدير جوي، وبعدها بحكم خبرتي اللي موجودة في الطيران تعينت في سنة 93 نائب مدير التموين الغذائي للطائران اليمدا، وبعدها عينت مدير التموين في طيران اليمدا. اكيد والعزم لو يزيد والايد تشد ايد، حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. كابتن صالح بازرعة نموذج عرف أسباب النجاح وأصر على تحقيق حلمه رغم كل العوائق التي صادفها في مسيرة حياته. في سنة 96 رحت لبريطانيا، درست طيار في ليفربول، تحصلت على اللايسن حقي ورجعت اليمن. فكان همي هام شاغل، يعني كيف أقدر أطور الطيران في اليمن بشكل عام. يعني كل واحد يتمنى، وانتي وغيرك 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 يتمنى انه يكون في قريته حتى يكون موجود مطار. الخدمات كثيره جدا، مش بالضروري الخدمات السفر خارج البلد، لا، الخدمات السياحيه، الخدمات الطبيه، الخدمات كثيره جدا يعني. فللاسف الشديد لما رجعنا يعني تصادفنا بالوضع نفسه. يعني عندي طموح ان انا اعمل اكاديميه، اعمل حاجه، اعمل تاكسي قوي، اعمل متقوم يا صاحبي. في اسس اول اكاديميه للطيران في اليمن، وجدت من أجل تدريب الطلبة الخريجين بعد الثانوية العامة على الطيران المدني.
حيث لا تقل في تدريبها عن أي أكاديمية عربية أو أجنبية أخرى من حيث كفاءة المدربين وبرامج التدريب. الأكاديمية قامت في 2007 ووقعت بسبب الظروف اللي حاصلة كانت في البلد في 2010 بسبب العمليات اللي موجودة وحاجات هذه كلها، فاستمرينا. بعدين 2012 استمريت لوحدي بدون أي شراكة بدون أي حاجة، بدأت أسس من جديد الأكاديمية، والحمد لله الآن زي ما أنت شايفة الأكاديمية في مرحلة أقدر أقول يعني زي الخارج، ويمكن يكون الحمد والشكر لك يا رب أفضل منهم، لأننا واقف فوق حقي بنفسي. يعني اللي في الخارج ممكن المستثمر يدفع فلوسه ويمشي ويطرح ناس آخرين، لا أنا بتابع كل صغيرة وكبيرة عشان أخليها في مستوى عالي جدا. حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، ولا غيرك يبقى سيدك وتزيد القوة فيك. ربط حزام الأمان وتسلح بالثقة والعزيمة وانطلق إلى أن وصل عنان السماء، ولمح حلمه بين السحاب وبين رمشة عين وأخرى، وجد نفسه بين حطام حلمه الأبدي. لم يستسلم لتعثره ونهض من جديد ليكرر المحاولة. فسنة 96 لما رحت درس طيران بدأت ألم بأمور كثيرة جدا عن الطيران، مش الطيران فقط، الطيران والهندسة، لأنه الرغبة موجودة أن أنا أصنع طائرة وأطير فيها. فبدأت أصنع طائرة في سنة 2000 مرة ثانية، والحمد لله صنعتها وكل شيء جاهز فيها وطرت فيها، بس يعني ما وفقناش الحظ، ما بقولش يعني أنه الأمور الفنية، الحظ ما وفقناش في المروحة الطائرة اللي سببت لي سقوط الطائرة، وكنت فوقها وسقطت فيها، بس ما بيأس، أنا مش من النوع اللي بيأس. الفشل بداية النجاح، والتعثر مرة لا تعني الاستسلام، وكلما حاولت مرارا حتما ستصل لمكتبك. إذن مشاهدين الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير، تحية كبيرة يا شباب للكابتن الطيار صالح أبو بكر بازرعة الذي سينضم إلينا الآن هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا فيك يا كابتن صالح، مرحبا، نورتنا في البرنامج. أهلا وسهلا فيك، تفضل يا كابتن. الله يخليك. شكرا كابتن صالح. رغم أنك من أسرة يعني ثرية وأسرة لها مكانتها في اليمن التجارية، إلا أنك اعتمدت على نفسك، وكانت بدايتك زي ما تابعنا في التقرير وكلمت أنك بدأت تشتغل في ورشة عادية حدادة واعتمدت على نفسك، وكانت منطلق لحلمك اللي رسمته وهو أن تصل إلى الطيران وتطير، وأسست أكاديمية أصبحت تنافس على مستوى يعني عالميا ليس على مستوى اليمن. حدثنا بس عن هذه البداية ولماذا اخترت هذا المجال بالذات، حتى نضع الشباب والشابات في صورة مبسطة وندخل بالحديث. طيب تحب أنه بدايتي أشرحها من بالضبط بداية هي يهمنا في البرنامج أنه كيف أنه الواحد ممكن رغم المعاناة يصنع شيء. طيب قبل كل شيء أنا بشكر قناة يمن شباب لاستضافتها لي في الاستوديو، وبشكر الحضور جميعا على وقتهم الخاصة لي أنا. أهلا وسهلا، وبشكرك أنت شكر عميق جدا. قبل كل شيء الإنسان زي ما تكلمنا سابقا لازم أنه يحدد له مسار عشان يقدر يواصل فيه. فأنا من بدايتي حددت لي مسار أن أنا أشتي أكون طيار، وما سمحتش الظروف في بداية حياتي أن أنا أكون طيار، وأخذتها بعد فترة كبيرة جدا، لكن كان فيها عندي طريق واحد أن أنا أكون طيار لازم أحققه، فعشان كذا استمريت أن أنا أحقق المشروع هذا. فالحمد لله أجت فكرة دراسة الطيران في الصغر، بدأت أعتمد على نفسي في حاجات كثيرة. ففي الإعدادية بحكم أنه أبي كان عنده إمكانية أنه يعطينا مصروفي وكذا، فاتجهت أن أنا أشتغل لوحدي وأكسب عرق، يعني عرق يشغله يعني عرق جبيني لوحدي. وأصبحت أروح عند زميل لي كان اسمه أمين حايل، عندهم ورشة لحام، فكنت أروح أشتغل معاه وأبدأ
المصروف اللي كنت ألاقيه من الشغل كنت أحسه يعني حاجة غالية جدا عليا، فكنت أخبي منه شوية وأصرف منه شوية، وكنا نروح البحر ونروح كذا والحاجات. إيش كانت تفرق معك مثلا أن أبوك يعطيك مثلا مصروف وبين المصروف اللي أنت اشتغلت فيه بيدك؟ يعني تحس يعني سبحان الله الصرف اللي يجي لك من والدك مهما صرفت، يعني كان ألاقي مصروف من والدي 5 شلن في اليوم وأصرفها ما أحس فيها. الشلن 6 آنة كنت أصرف 6 آنة ويبقى معي شلن أخبيه في حصيلة لوحدها، فكان له معنى آخر يعني. فهنا بدأت أحس وأعتمد على نفسي في حاجات كثيرة جدا، فبدأت استمريت. دخلت التنمية العامة، بدأت اشتريت سيارة لادا ب5000 شلن، وبعدها اشتريت مكينة خياطة، خيطت الكراسي، وبدأت اشتريت مكينة كومبريشن رنج، وبدأت أسمكر السيارة لوحدي. يعني صنعت سيارة من نفسك؟ لا مش صناعة، بدأت أرممها. وبدأت هنا تجارة الخفيفة حقي. فبعد ما صلحتها كل حاجة خسرت تقريبا بشرائها وقيمتها حدود 8000 شلن، وبعتها ب15000، وبعدين اشتريت سيارتين. ومن هنا انطلقت؟ وهنا انطلقت يعني تماما. جميل. اشتريت سيارتين وبعدين لغاية ما وصلت معي 45 سيارة ما شاء الله. إذن أنا سأترك الآن مجال للشباب والشابات يعني يطرحوا، أكيد هم يشتوي تعكس تجربتك لهم عشان يستفيدوا منها. من نبدأ يا شباب؟ من عند من يتكلم؟ حذيفة، تفضل يا حذيفة، أعطها الميكرو، تفضل يا حذيفة. زي ما ذكرت لنا يا كابتن أنك انفصلت لحالك واشتغلت في ورشة لحالك، ليش خرجت لحالك بالرغم أنك معروف من أسرة ثرية؟ مش حكاية انفصال، يعني هذه كلمة موضة هذه الأيام صباحاً. الحكاية حكاية أن اعتمدت على نفسي. بالضبط، هناك فرق بين أن انفصلت من أهلي وأن اعتمدت على نفسي. فزي ما كلمتك في البداية أنه عندي كان مصروف يجي لي 5 شلن، وفرق لما نستلم شلن 6 آنة. كنت أحس فيه أنه في كانت من داخلي حاجة جميلة أن أنا أصرف من ذات نفسي. هذا جميل. هو الموضوع. جميل. سؤال آخر تفضلي. في ظل الخطوط الرجعية الذي يعاني منها اليمن عن بقية الدول، فما نصيحتك للفتيات الذي يحلمن بأن يصنعن أنفسهن كطيارات وفي هذا الجانب؟ جميل. أول شيء، هل ممكن مثلا البنت اليمنية تصبح طيارة؟ أوكي، أنا بدي لك الآن طبعا مع تقديري وحبي كثير جدا للنساء، الطيران مش محصور للرجل. الآن تخرجوا من عندي 2 بنات من الأكاديمية، واحدة منهم واحدة اسمها عفراء غباطي، والثانية سناء عبد اللطيف الحغني. طبعا سناء عبد اللطيف الحغني هذه زوجتي، وتخرجت ودرست مدربة، والآن هي مدربة في الأكاديمية، مدربة طيران في الأكاديمية، مع العلم مش انها طيار فقط ومدربة. جميل. اذا يعني زوجتك كان لها يعني يمكن حصلت سند لها، الكابتن صالح دعمها واصبحت الان طيارة. لكن مثل هؤلاء يعني الاخوات والشابات اللي معنا هنا واللي بيتابعوك ايضا، ايش الخطوات الاولى اللي ممكن تكون الارضية ينطلقين؟ شوف، انا بقول لك حاجة، بالنسبة لموضوع الطيران هو موضوع مادي، يعني محتاج سيولة عشان تقدر تدرس. بالضبط. للأسف الشديد في اليمن للأسف الشديد ما عندناش منح دراسية للطيران. يعني من سابقا، مش من حتى الأوائل الجمهورية وحاجة زي ولا أي حد. فاتجاههم لحاجات أخرى، يعني ما أنه الطيران هو يعتبر صناعة من أقوى الصناعات في أي مكان في العالم. ففي مثل بالإنجليزي يعني باللغة الإنجليزية بمعنى انه شغل الطيران احسن من شغل المخدرات. ليش؟ يعني بسيط ويدر المال، بسيط ويدر المال سريع جدا. ايوه. جميل. نشوف سؤال اخر. رشا تفضلي. بما انك شخص بدا من الصفر ونجح، فاي شخص يبدا من الصفر ينجح، ايش ممكن يعني ايش المعوقات اللي ممكن يواجهها؟ ما بقول لك، انا الان موضوع انه لازم تعملي لك طريق. انا كان هوايتي وانا طفل، يعني من عمري تقريبا ما يقارب 12 سنه وانا بموت حاجه اسمها طيران. في غرفه نومي كانت كلها طيارات، يعني طيارات خفيفه، باخذ اي قصاصه من ورق وبعلقها في غرفتي. كانت معي مشكله مع والدتي الله يرحمهم، باننا وسخت الغرفه بملصقات في الجدار، فكان حلمي من هذا المكان.
لما خلصت الثانوية العامة ودخلت الخدمة الوطنية وقالي نصيبي ان انا اروح ادرس هندسة ديكور ما رفضتش، رحت درست هندسة ديكور في جامعة القاهرة ورجعت وحلمي لازال معي موجود. لما رجعت توظفت مضيف قوي وواصلت اموري، هكبت لي فلوس ورحت ادرس على حسابي. جميل كابتن. كابتن في نقطة مهمة يعني في هذا المجال، انت لما يعني تركت الديكور وما يعني درست رغم انك ما كنتش تحب هذا المجال ورجعت يعني لنفس المهنة اللي انت تعشقها وبدأت تصنع اول طائرة مروحية وصنعتها مروحية طائرة عادية طائرة عادية وحاولت تطير فيها، يمكن زي ما ذكرت لنا طرت فيها على بعدك 15 متر سقطت. ايش اثرت هذه في نفسية الكابتن صالح؟ هل كانت مصدر احباط ولا مصدر انطلاقة نحو النجاح؟ والله العظيم شوف بقول لك حاجة واحدة، انت عارف مخترع الكهرباء يعني قرب 99 مرة اختراعه وفي المرة الألف نجح، ونحن بفضله إلى اليوم هذا. صح ولا لا؟ صح. أنا مش ذاكر اسمه بس أمانة ثانية. إديسون. أيوة. فصنع يعني عمل ألف تجربة لغاية ما نجحت. وأنا ما يأست ولا بيأس من الآن ومستقبلا ما بذكرك. جميل. الآن كابتن صالح أنت أسست الأكاديمية، الآن أصبحت الأكاديمية يمكن مقصد وهي الأكاديمية الوحيدة في اليمن اللي ممكن تدرب على الطيران المدني وطيران نحو العالم. ومن افضل الاكاديميه ايش الاقسام اللي توجد فيها؟ الاقسام اللي موجوده في الاكاديميه هي الطيران والهندسه الطيران والترحيل الجوي والضيافه الجويه، والان احنا بصدد يعني حاولنا لانه الاسعار الطيران دراستها غاليه جدا ودراسه الهندسه يعني لا باس فيها والترحيل الجوي لا باس فيه، فالان عملنا حجز تذاكر كمان اول اكاديميه كمان يعني تعمل يعني بعد الخطوط اليمنيه عندهم قسم خاص لدراسه حجز التذاكر والسفريات. الاكاديميه هذا هل يعني تمتلكون طائرات للتدريب العملي ولا بس كله نظري؟ لا طبعا عندنا من خمس طائرات يعني. خمس طائرات وكل اربع طائرات سنجل ومحرك واحد وطائره واحده ابو محركين. طيب يعني هؤلاء يستخدمون كل المتدربين عندك والطلاب بيمارسوا حتى يصل الى طيران محترف يطير حول العالم؟ بالضبط. جميل. يعني يبدأ من الزيرو. أيوة. لما يتخرج طيار كامل. هل يعني الأكاديمية خرجت مثلا طلاب الآن أصبحوا طيارين لهم يعني بيشتغلوا في شركات طيران؟ والله الآن الأكاديمية لحد الآن قد خرجت طيارين وفي منهم طيارين بدأوا يشتغلوا في شركات وفي منهم طيارين جالسين لحد الآن بسبب الأزمات الأوضاع اللي تمر فيها البلد. بس في خريجين الأكاديمية موجودين. نعم موجودين. أصبحوا طيارين. المهندسين كلهم موظفين، الطيارين اللي هم شوية بسبب الأوضاع اللي اليمنية لحد الآن لا زالت معها أربع طائرات. بس يعني كطيران خارجي في واحد معنا طالب واحد الآن في الصين يشتغل هناك. جميل. إذن نترك مجال آخر للشباب، تفضل يا. هل لدى الأكاديمية علاقات مع طيارين أجانب؟ اسألني أنا. في مجال التدريب في اليمن. طبعًا لأنه إحنا بدأنا في البداية قبلنا أهلنا الطيارين اليمنيين إلى وصلوا مرحلة. إنه الآن استغنينا عن جميع الطيارين الأجانب المدربين. في البداية كان معنا من المغرب، معنا واحد من أمريكا، والآن استغنينا عنهم وبقى واحد من الأردن، عفواً مش من المغرب، من الأردن، واحد من أمريكا، واستغنينا عنهم، والآن كلهم الطيارين الموجودين معي يمنيين وكلنا يمنيين. طاقم يمني. يمني. شهادتكم معترف بها دولياً. دولياً نعم. جميل. هذه نقطة مهمة. سؤال آخر، في أحد يسأل؟ تفضل يا محمد. الإبداع والتميز في ظل الظروف الصعبة يعتبره البعض عائق، ولكن كنت أنت أول شخص كسر هذه القاعدة. وسائل كسر هذه الحاجز. أنا ممكن أسألك سؤال. أوكي. أنت الآن بتموت صح؟ بتموت بكرة، بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشر، بعد عشرين، بعد خمسين سنة. ممكن تتوقف لما تجي موتك؟ مش ممكن. هذا اللي أنا أعمله. يعني ما دام وفي قلب ينبض لابد ما يواصل حتى يصل. جميل فعلا. سعاد تفضلي يا سعاد. سعاد لديك سؤال، تفضلي. من كان الداعم لك ماديا ومعنويا في إنجاح مشروعك، وهل تعتقد أن من الضروري أن يكون لدينا داعم لإنجاح أي مشروع؟ طيب بالنسبة للداعم المادي ما فيش أي حد، أنا كنت بجمع وبفكر بكل صغيرة وكبيرة عشان أقدر أكسب أي شيء عشان أقدر أوصل لهدفي. والحمد لله
معنويا مدربي اللي في بريطانيا مستر ويليامز كابتن ويليامز هو اللي ساعدنا في إنشاء الأكاديمية. ساعدنا استصالح ممكن في بعضهم يقول أنت من أسرة ثرية والآن تزايد مثلا قوال الناس يقول أنا في النهاية فقير أش بدي أفعل؟ لا مش قصة أنا مش من أسرة ثرية هي بازرعة في منهم مستويات يعني بالضبط. زي ما يعني موجود بيت هايل سعيد فوق وناس كذا وناس صح, 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 صح. أنا بالشكل هذا أنا من بيت بازرعة اللي هم تحت لكن بنيت نفسي بنفسي وافتخر بهذا الحمد لله. جميل شوف سؤال آخر تفضل يا أنا أيوه عادي تفضل. أعتقد كابتن صالح أنت نموذج نفتخر به كثير وأعتقد في اليمن. سؤالي لك هل حقق الكابتن صالح الطموحات والأهداف اللي كان يسعى لتحقيقها وما هي الطموحات والأهداف التي يسعى لتحقيقها في المستقبل؟ والله أنا أتمنى زي ما قلت في تقريري أن أنا ألاقي الطيران موجود في اليمن في كل حاجة يعني حتى الطائرات الشراعية أتمنى أن تكون موجودة في اليمن اللي مش قادر يتحصل لأنه يدرس طيران شراعي هو رخيص جدا ما يسوى شيء. متعة الطيران تقدر تطير في الطائرات الشراعية. أتمنى أنه يكون في كل ريف زي ما قلت مطارات موجودة تخدم أهل بلدها أهل المنطقة. تتمنى أستاذ يا كابتن صالح تتمنى لكن هل بتسعى مثلا أنت يمكن لك زاوية معينة لهذا المجال؟ أنا بقول لك حاجة واحدة المشكلة أننا أنا ممكن أسعى وممكن أعمل شيء زي ما يعني حاولت أننا أعمل معرض للطائرات في اليمن وللأسف الشديد كل ما توصل لعند مسؤول ما عندوش الحب للطيران فصعب جدا أنك تقدر تقنعه صعب يعني أنا بقول لك أتمنيت أن يكون في معي حاضن يعني يعني موضوع المعرض الطائرات إيش هو بسيط جدا الهنجر موجود في المطار الطائرات موجودة المكسرة في المطار أجيب الطلبة يعني يخرجوا من مدارسهم يطلعوا الطيارة يعرفوا إيش معنات المقعد هذا يعرفوا إيش معنات الطيارة يعرفوا إيش معنات السيت بيلت متى يربطوه متى يفتحوه يعني معرض خفيف جدا في بلدي مش قادرين نعمله يعني أنت حاولت مرة تفعل معرض منحة حاولت ووصلت لعند وزير الناقل ولعند رئيس الهيئة العامة للطيران المدني زي ما تكلمت ما يعني الحب كامل للطيران ما تقدر تلاقيه في أشخاص في مناصبه إن شاء الله في المستقبل يعني إن شاء الله ليش أنا لحد الآن وبحارب ومستعد أعملها وبالمجان لبلدي فقط هذا الروح اللي نشتيها فيك شيء تعتكس على كل اللي بيتابعوا وكل الشباب والشباب أتمنى أنا سؤال ياسمين تفضل ياسمين بس عندي سؤال هل تم عرض مشروعك على الدولة وإيش كان ردة الفعل والله في الدرج موجود يعني يمكن قصدات تقصد أيوة موجود في الدرج يعني كتأسيس أكاديمي مثلا والسمح لا مش الأكاديمي هي تتكلم على مشروع المعرض الطيران معرض الطيران أيوة جميل سؤال أخير من تفضل يعني كإنسان استطاع الوصول إلى هدفه وإلى حلمه هل الآن أنت كوالد تساعد أبنائك الوصول إلى أهدافهم وإلى طموحاتهم؟ لو أقول لك حاجة مش هتصدقيني ابني مجنون في الطيران وقد طلع مع المدرب وهو عمره 8 سنوات وأتمنى أدخله في كتاب جينيس لأنه أصغر طيار في العالم هو عمره 11 سنة وعندي مشروعي الآن عندي مشروعي الآن إنه يكون عمره 9 سنوات ويقود طيارة. يا سلام كابتن صالح يعني معقولة يعني في يعني سؤال مهم في هذا النقطة مثلاً ابنك كان تحلم بعد 9 سنوات يقود طائرة يعني هل هو قاد طائرة؟ هو قاد طائرة. يعني عمره 8 سنوات قاد طائرة. من وين لو؟ بس لا يعني مع مدرب يعني. أيوة. فا طل حب يعني. يعني الطيران. حبيت أوصل له هي الطائرات حقي يعني طبعاً. فطلع الطيارة وطلع يشوف كيف إمكانية وقلع بالطيارة بعد ما درسه الكابتن يعني لهذه الدرجة الطيارة سهلة أسهل من سواقة السيارة مثلا شوف أنا بقول لك حاجة واحدة الطيارة كمحرك كأداء أسهل مما توقع لكن الطيارة الاحترافية أين تكمن؟ أيوة كيف تقدر ترجع لمكانك أو تروح لمكان غيرك هذا هو جميل هذا هو الطيران أساسا إنك كيف يعني أنت في السماء ما فيش طرق ما فيش إشارات ما فيش أرصفة تمشي عليها يوريك الطريق هذا راح تغلط سمع كبر عبر الأقمار هذا هو الخريطة بالضبط كابتن صالح أنت يعني سافرت أكيد وقمت برحلات وكذا إيش أصعب لحظات يمر بها الطيار في حياته أنا قبل كل شيء في الطيران ما اشتغلتش مع الخطوط الجوية اليمنية ولا اشتغلت في أي شركة أنا تخرجت من الطيران في بريطانيا واشتغلت مع شركة
بسيطة جدا اسمها سكاي بلو، معها فوكر، اشتغلت معهم فترة بسيطة جدا، ورجعت وأسست أكاديميتي اللي أنا تكلمت عنها. أي بس أنا أقصد بحكم قربك من الطيارين بهذا المجال، يعني إيش اللحظات الصعبة اللي في حاجات كثيرة واجهتها وأنا مضيف قوي كمان، مثل حوادث طيارات وأمور كثيرة جدا. أي الحمد طيب لله. أي جميل. كان طيب أسعد لحظة مثلا مر بها الكابتن طيار صالح بازرعة وحس إنه الحمد لله أنا لما أطلع لما أطلع في طيارتي وشعور نفسي إن أنا ملك السماء. جميل. نختم بعض التساؤلات لأماني. تفضلي يا أماني. عفوا بس كنت شيء سؤال في مجالكم ما شاء الله ناجحين في مجالكم، بس في شباب كثير تايهين في اختيار مجالهم حتى لو لما يوصلوا لبعد الثانوية وهم لا زالوا تايهين في مجالهم، بس أنتم ما شاء الله حددتوا مجالكم من سن مبكر. أي في سن مبكر، بس كيف تنصحوا الشباب يعني يعرفوا المجالات وخاصة في اليمن مجال الطيران ضيق؟ هذا اللي أنا بتكلم فيه، قلت لك مشكلتنا في اليمن إنه ما عندناش أي خبرة عن الطيران، بما أنه اليمن أول طيار طار فيها في سنة 1935 أول خريج طيران. من هذا الخريج الطيران؟ والله للأسف الشديد لو كان في معانا معرض طيران كان كل واحد بيعرف. نعم افتهم. هو من المناطق الشمالية، ما أعرف شو اسمه بجد يعني للأسف الشديد، لأنه قلت له احنا نتمنى أنه هل في موجود معنا مقلل طيران في اليمن؟ ما فيش معنا موجود مقلل تسويق، مقلل مش عارف ايش، مقللات مش عارف. فللأسف الشديد الطيران منسي في اليمن، بما انه قلت لك نحنا قبل العراق عندنا الطيارين موجودين، قبل دول كثيرة جدا، ما نتكلمش عن دول الخليج لان دول الخليج عادة سنة 90 بدأت تكون نفسها، لكن نحنا نتكلم عن سنوات بالثلاثينات واحنا عندنا طائرات وعندنا طيارين، وللأسف الشديد جدا مش قادرين لحد الآن انها نحطهم في حتة في براويز ونقول هذولا هم أساس الطيران في اليمن. إلى أي مدى ممكن الأكاديمي تسهم في إعادة ولو حتى جمع بعض المعلومات عن هؤلاء الطيارين وتجديدها؟ والله العظيم لو أقول لك حاجة، لو أقول لك حاجة واحدة، الآن أنا بصدد إنشاء مجلة خاصة للطيران في اليمن. جميل. ما فيش مجلة يعني؟ ما فيش مجلة يعني. بس المجلات اللي موجودة خاصة في اليمنية، خاصة في الهيئة العامة للطيران المدني، وخاصة في القوات الجوية، لكن مش خاصة في الأفيشن في اليمن نهائيا. إذن كابتن يعني من خلال ما سمعت من كلامك أنه ما فيش يعني لحد الآن حتى أرضيت تجمع معلومات عن هؤلاء الطيارين وحتى يعرف الناس بأنهم الطيارين اليمنيين القدامى، من هم يأسسوا الطيران في اليمن. يمكن يكون إحنا إن شاء الله يمكن يكون موجود في ناس عملوا هذا بس ما عرفوا بشكل خاص يعني. ما عرفوا إيش يظهروا يعني. يمكن يكون في طيارين جمعوا معلومات أو في حاجة، لكن مش موجودة عند الناس آخرين، يكون موجودة عندهم. إذا إن شاء الله إحنا ممكن في القناة ممكن نتبني هذا المشروع وأنتم في الأكاديمية ونحاول نظهر له قدر الإمكان هذا الجد بمجانا بدون أي شيء. جميل. كابتن صالح شكرا لك إنك شرفتنا في الحلقة. أنا سأختم معك بسؤال أخير يعني للشباب والشابات والمتابعين عبر الشاشات أو خلف الشاشات في المنازل، إيش اللي ممكن تنصح كل الشباب والشابات إنه لابد ما نرسم هدف في حياتنا ولو من الصغر ونحققه مهما كانت التعثرات، لابد أن نصل. طيب أنا إيش أقول للشباب؟ حاجة واحدة يعني بأمانة أكلمكم، مش تيجي واحد منكم ييأس عشان حاجة معينة. المادة أنت تقدر تجيبها وأنت تقدر تجيبها. الطموح لازم ترسم لك خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه مش إنه معناته إن أنا خلاص أنا أشتي أكون دكتور، بطرح في آخرتي إن أنا أكون دكتور. وصلت له وصل نص المرحلة زي ما حصل معايا إن أنا رحت درست غير الحاجة اللي أنا تمنيتها، لكن لا أنا صممت إن أنا أوصل للشيء. فأتمنى منكم إن لما تصمم على الشيء تواصل فيه مهما حصل مهما كان بقدر المستطاع. إذن تحية كبيرة يا شباب. تحياتي لكم مشاهدين الكرام. تحية كبيرة للكابتن الطيار صالح أبو بكر بازرعة، اجتهد وحقق نجاح وأسس أول أكاديمية للطيران في اليمن. شكرا لك كابتن صالح، نورنا في البرنامج وإن شاء الله نستضيفك نجاحات أخرى. شكرا كثير، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. تحياتي لأحترامي.